ليديز ممكن ترجعوا لورا بليز؟ ايوه خلاص كده كل واحده واقفه في مكانها. طب نلي ما بدل الخوته دي ما نكسر كل البلاط ونخلص. لا طبعا لو كسرنا هيسمعونا كده هنتكشف. طب انت هتعرفي البلاطه منين بقى؟ في القصه في الاخر ميكي لما عمل لدونجل كرش ملك. كرش ايه اسمه؟ كرش ملك whatever. لما عمل له كده قال له على مربع الملك هذا المربع او كعكه في الخطيئه وجعلني افوز، فهو ده المربع اللي هنحفر تحته. دلوقتي احنا هنقعد نلعب اللعبه لحد ما نلاقي المربع. صدقي والله ممكن جايز برضه. دلوقتي انتوا الفريق الابيض وانتوا الفريق الاسود، والصف اللي قدام هو العساكر، واللي ورا حضرتك طابيه، حضرتك حصان، حضرتك فيل. معلش بس استاذنكم كل واحد يمثل الدور اللي هو عامله، يعني الحصان يعمل حصان، الفيل يأكت عنه فيل كده. يمثل ايه يعني؟ اللي دول مجرمين، يعني لو خدتي خلقها داء وسيبتهم علينا هيقتلونا. ايه اللي يمثل ويأكت؟ يأكت ايه؟ مش بيأكتوا. اوكي خلاص يلا نبتدي. العسكري الابيض اللي قدام الحصان يتحرك بلطتين. الله، بنقول العسكري الابيض اللي قدام الحصان يتحرك بلطتين. لا 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 لا، حضرتك يا طنط، حضرتك نمبر 2. انا ايوه حضرتك. حضرتك في فريق ايه؟ الابيض. ودورك ايه؟ انا العسكري الابيض. واللي وراكي دي ايه؟ حصان ابيض. يبقى تتفضلي تتحركي بلطتين. ما تتحركي بقى بلاتين، ما تبقيش غبية. حاضر أوف. حاضر. ثانك يو صباح. تاني حاجة، العسكري الأسود اللي قدام الوزير يتحرك بلاتين. لا لا إله إلا الله يا جماعة، انتوا ضاربين ايه؟ بنقول العسكري الأسود يتنقل اللي قدام الوزير يتحرك بلاتين. ما تخلوناش نعملها معاكم بقى. ما تخلصي يا أختي انتي وهي، مستحملاكم بس عشان الست صباح. انا ممكن اشيكوا في وشكوا عادي يعني. اسفه اسفه يا ست الكل، اسفه. وانتي يا اختي اطلعي كده. اوكي تالت حاجه، الفيل الابيض يتحرك دياجونال يمين. مش هيفهموا هما ايه دياجونال ده. اشرحي لهم انتي. الفيل الابيض يعني ايه دياجونال؟ دياجونال يمين يعني كده. اه سان بوكسا. سان بوكسا. الفيل الابيض يتحرك سان بوكسا يمين. رابع حاجة، الفيل الأسود يقتل العسكري الأبيض. لا اعملي ايه؟ استني يا ولادي، بتعملي ايه؟ ما انت قلتيلي اقتليها. لا اقتليها ايه؟ ما قلتش اقتليها، اقفي مكانها بس. اهربي يا حاجة بسرعة، اهربي. موتك. العسكري اللي قدام الطابية البيضاء ياخد خطوتين. تقتليها. الوزير الاسود يتحرك ثلاث خطوات وكش مات. يلا بقى يا خالتي قومي من هنا. يلا فين؟ انا تعبت، روحي تعالي ارجعي اطلعي، مش رايحه حته. لا خلصي صباح، اللعبه خلصت. خلصت خلاص؟ ايوه. ومين اللي كسب؟ انتي، انتي الكوين بتاعتنا. يلا كلنا نسقف لصباح يا جماعه. بتاعتكم. ايوه شكرا يا جماعه. يلا يا جماعه اتكلوا على الله، كل واحد يشوف مصلحته. اروح فين بقى؟ قعدي بقى هنا لحد ما نخلص ونقول لك. طيب شريهين، هي دي البلاطه يا رب. طب اوعي لي بقى كده. بسم الله الرحمن الرحيم. هي دكتوره البلاطه عندها حاجه؟ لا مفيش حاجه، البلاطه بتسهل بس. يا ظريفه استني، تقريبا البلاطه دي تحتيها حاجه. طب دلوقتي احنا محتاجين حاجه عشان نكسرها بيها. خالتي اه معاكي حاجه اكسر بيها البلاطه دي؟ يا مسامح
أموري يا حبيبتي. معاكي حاجة يا أختي نكسر بيها؟ هشوف لك. أنت ورزقك بقى. أهو لقيت لك شاكوش أهو. طب لو سمحتي معاكي شاكوش تاني عشان أنا كمان عايزة أكسر معاها؟ ده أنت طلباتك كتيرة بقى، أنا بصيلك. لقيت لك واحد صغير أهو. أيوة. صعبة قوي. برافو برافو شيليها. طب ما تساعديني طبعا. الحمد لله. شيلي دي شيلي دي. ياكي. يس. استني في كيس اهو. لقيتي؟ في حاجة في حاجة. براحة براحة براحة. شو انت؟ ده بجد؟ لا لا اكيد مش بجد. اكيد مش بجد يا نيلي. لا لا خلاص. لا 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 اكيد بتدوس. خلاص يا شيرين. لا يا نيلي. خلاص يا شيرين. لا يا نيلي اكيد بتدوس. لا خلاص. لا يا كدو يا خلص. لا لا يا كدو يا خلص. لا ثانك جود ان في ميه. هاي شيرين حليتي كلمات المتقطعة؟ يا ستي اديني بقرة بنتسلى. بتتسلي ايه؟ مفيش وقت. ما حليتيش ليه؟ ليه مفيش وقت؟ ده المدة لسه طويلة. ده احنا لو قعدنا كل سنة نكتب حرف مش هنخلص مدة السجن اللي احنا قاعدينها. انتي نيجاتيف قوي ليه كده؟ لا نيجاتيف ليه؟ ما الجو هادي اهو وجميل والهوا يرد الروح والولية اللي هناك دي كل شوية عمالة تعمل بومبا ورا بومبا لغاية ما خلاص عمتني. اقولك يا نيلي عشان انا وانتي نبقى بوزيتيف تعالي نتخيل بقى ان العسكري جه على الباب هنا وخبط قال نيلي وشيرهان افراج وطلعنا انا وانتي بقى بالمجله الجميله دي حلينا الكلمات المتقاطعه. تفتكر هنلاقي فلوس؟ ابدا. هتلاقي عدد تاني وعدد ورا عدد وبصي بقى ايماجينيشن هتلاقي بقى عدد جديد مثلا في مقلب زباله والتاني في خرابه. لا 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 يا شيرهان انتي محبطه قوي. مالكوا قاعدين مبوزين كده ليه وضربين لي بوز بلبس الغربان اللي انتوا لابسينه ده؟ ما تنبسطوا كده. عندك سجاير يا ام سامح؟ سجاير ايه؟ اللي ام ازرق ولا ازرق؟ عين. خدي يا حبيبتي. تعيش. خدي ولاعه تاني كمان. يلا. خالتي ام سامح والنبي والنبي الاقيش عندك شاحن سامسونج وشويه مسحوق غسيل؟ هشوف لك. يا رب يخليك. الهدية دي ما بحبهاش. خد هدي الشاحن وادي ده اخر راح. ماشي يا حبيبي شكرا. ام سامح يا اختي ما تشوفي كده جاتلي جوابات؟ لا يا اختي ما فيش جوابات. بص هتيجي بعد ساعه. ماشي. عايزين حاجه يا بنات؟ خالتي شوفي عند ام سامح كده في مانجا. عندك مانجا يا ام سامح؟ قولي لها عايزاها صحيحه ولا عصير؟ صحيحة ولا عصير؟ لا عصير. عصير. أشوف لك يا أختي. يا رب تلاقي مانجا. اتفضلي. شكرا يا أم سماح. مش معقول. أم سماح أنت بتفكريني بواحدة كانت بتطلع في الأفلام زمان بحبها قوي اسمها ماري بوبينز. طب أم سماح أنا هطلب منك طلب صعب جدا. عندك فانيلا لاتيه؟ عينيا يا حبيبتي خد. استنى. اشربي يا اختي بالهنا والشفا. طب انا عايزاه بفوم. هاتي يا اختي. شوف اخرتها. خدي يا حبيبتي. شيرين انا جات لي فكره فظيعه. خطه معتمده على ام سماح. ام سماح ممكن تيجي معايا ثانية عشان أنا عايزة أدور في الكشك بنفسي على حاجة؟ عينيا يا أختي. يلا. على إذنك يا أختي. اتفضلي. كل حتة.